الجاهل بحقائق السوق المالية العالمية، يعتقدون بأن القطب الجوفاء حول لافتي الصغير وحول السيادة الوطنية ستحل الأزمة المالية. أبدا، يجب أن ندرك أننا في نظام مالي دولي نتعامل معه كما تتعامل جميع الدول بمقاييسه الشعبية وحجمه الكبير. لا يجوز من صندوق نقد الدولة والرصيد من الأسواق ضعيف لا يعكس حجمها، ورغم ذلك لا تتحدث الحديث الذي نسمعه بأن تونس ستكون آخر من يقبل الاتفاق الأسواق. نحن نقول ليس اسمها عبر، لكن لا يمكن لتونس أن تبقى الحصار المالي عليها إلا إذا أجرت رسمها مع صندوق النقد الدولي. هذه الأسوة قوام الإصلاح وإصلاح الاقتصاد حتى يهدف نزيف المالية العالمية إلى نزيف المالية العمومية المستمرة حتى حقنا لجنة عمومية. ولذلك أحرق تونس أن الأسوة المالية والاجتماعية ويستعد للنظام في هذا الحال.
ولكن في حقيقة الأمر ستتم إلى التعاون معها في أعالي البحار لإعادة أبنائنا أسهم إلى بلادنا ولإعادة إخواننا السرقة إلى بلادنا ودعم الحكومة في حل الأزمة الأزمة المواجهة. أريد أن أقول لكم أننا كلنا أفارقة، لقد عشنا بشعور من العار بمعادلة فجرة أن نكون بلد نحن بلد كآب بلد الإسلام بلد التي Yeah!
اليوم قيس إسرائيل يعيدهم على زمزماتهم. نقول له هيهات لو كانت هذه الزمزمات تخرج من عاصمتهم أو أن هذه الزمزمات توقف عجلة التاريخ لبقي الأمر إلى من قبل، لكنه انهار كما سينهار النار لأنه قائم على الظلم، قائم على العنف، قائم على التعسف، لأن حفل الباطل والرسول مهما قال أو يقول أن الانهيار قاتل وأن ما يقوم به من أعمال الهزة مسلم بالبلاد قوة لا وجود من دليل وله ولا بدائل من أجل الوصول ويوم تتفجر الأزمة سوف يجد كل ذلك بما قدمه والجرى والحمد لله بمقدمة من قدم لهذا البلد، وستجد نفسها على طاولة الحوار بفقرها الميزاني وبفقرها السياسي وبتضحياتها الجسيمة وسيكون مستقبل تونس ومستقبل الجبل في إطار مستقبل تونس سهل الحمد لله. فلا تشكوا في النصر، النصر ولا بد للغير
بأيام يسرى حماة الحمام، يا حماة الحمام.